هذيك بها التيشيرت هذا ها نايس صادق انت تلبس هذا من تحت الجهه ديالك تنشوف ولا 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 الحجمه ما والو بي اس 1 اي واحد سولته في الشارع على فلسطين يقول لك والدي فلسطين خوتنا فلسطين في الدم العدو ديالهم هو نفس العدو ديالنا فوالا هادشي اللي غنتاكدوا منه اليوم من بعد ما اعطيهم تيشيرت ولكن ماشي اي تيشيرت تيشيرت علم اسرائيل غادي نشوفوا واش غيقبطوه اي اكسبتو حيت هو فابور اسرائيل او لا خليكم مع الحلقه وكيف ديما ليتس دو بالمناسبة نعطيكم واحد المعلومة يعني بالك بزاف تغافلوا عليها ميم سي يكونوا بزاف الناس يعرفوها مي تغافلوا عليها اسرائيل هي البلد الوحيد اللي عندهم اعلام وعندهم راية مي ما عندهمش دولة يعني ديروا لي لايك على المعلومة بي اس واحد السلام السلام بكر شوف هانيا بغيت نقول صباح الخير سلام بكر باللغة ديالك قالوا باللغة تاع اسرائيل كيما سولت واحد الدري قبل واش يعجبك الفيديو كي الفابور ها هو السلام عليكم هانيا قول لي عندكم وليدات نتوما اكيد دوري قول لي انا كنفرق كندير خير كندير خير في بلاد فهمتي كنفرق تيشيرتات انا فابور انت غير سوا خير انت مبدل بخدوي ها انت خصنا نشوف نشوف كي يجي عليك هلا مزيان انا دورتيه كان يجي احسن كاع ها انت ويلي جامبوكس ولا ماذا جامبوكس؟ اسرائيل شاف لي الله يهديك جامبوكس يعني نجيهم بهذيك التكتيك تاع حاجه باطل وما كاش انسان ما يبغيش حاجه باطل يعني الهديه باطل فافور يعني جانبوها دونك راح لهم بالحاجه هذه باطل اللي هو اعلام تاع اسرائيل ويشوف رده الفعل تاع الناس وانا جون سوي سيغ باللي ماشي كاع رايحين اكسبتيو بالك كاع ما مش رايحين اكسبتيو يعني جونغ كي شغل حاجه هذه بديهيه وطبيعيه باسكو داروا ديجا ليكسبيريونس داروها ديجا في الجزائر واحد اليهودي جاي يسقسي على مقبره اليهودي الى اخره الجزائريين زعما جراو وراه وحاوزوه يعني شنو اسرائيل ولا سي نعطيك اخويا شي حاجه اخرى ما عجبتكش انت واقيلا ها انت بكل بروده انت يجي معك في البيضان انتم لا يا اخي كذاب باش من اسرائيل راه واقف مع فايز اسرائيل ما تا ما ديروا وقف معاه في التيشيرت غادي نلبس صاحبي من تحت للزون خويا خليك عليها صاحبي كاين الناس اللي تيقول لك الماء بارد انا غنقول لك التيشيرت سخون تيسخن راك عارف مع لوكاس هذا البرد ما هذاك عارف واش دابا شهر 12 شهر واحد جاي البرد قارس في شهر مارس البرد قارس في شهر هذا ها انت اخويا شد لي هادو ها هذا باقي يلاه للسوق البارح ولكن باقي جديد الا بغيتي هذاك الجديد احسن ها انت شحال المره كتبغي ديال اون فلون بالاج ديال بارتو ديال ال ال صافي الله رجع لك ها شنو كيعجبك انت كولور بيض احمر سنشوف انت الحاج راه يشوف ويتبان ولا 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 ودخلو كانو يقول يا حسرة على الوقت اللي وصلنا له شبابنا يا شبابنا واش صراكم ها لا انا كنفرق واحد الشي فابور كيما ها الشعار هذا ديالنا الشعار وصافي كيما كاع الشعارات بلاتي صافي دابا كتشجع لا يعطيك واش عجبك كلشي بلاتي واحد الدراع هادو غيتحرقوا لا 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 لي جون هادو لي دو جون قالوا له بلي هاد لي تيشيرت رايحين يتحرقوا وضع ردة الفعل بديهية تاع الشاب مي ما تقدرش يعني ترياجي بهذيك لا فاسون اغريسيف كي شغل كي تكون انت في الحدث كي تكون انت في لا كاميرا كاشي باسكو دوكو ما توقعهاش وما تبغيش تسنى فيها كيفاش حرقوا راه درهم وحرقوا من تاكو ما بقى جاي راه هذا شي حاجه ديال خير حرقوا شي حاجه ما جايبان شحال هذا هذا عندي ليك فابور كل يوم جمعه الا خديتي خمسه تقدري تخلصي شي درهم هذاك شي زوين شنو كيعجبك كاين عندنا فلا هذه ما عرفتش الا ما شافتش الرايه ولا باسكو راه يتسقسي راه يتبان انتيغيسي بلا مارشانديز ها هو النوار لا 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 عشان شفت نشوف ولا 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 هكا سو نايس هذه توريست ولا مغربي الغوز هاني جا معايا حتى انا مبنته زوينه كاينكم كاينكم كاين السكون كاين الله يا خويا راه حتى شنو كتعنيك اسرائيل سمعوا شالوم عادي يا صاحبي شنو كاين لا ماشي شالوم هذه راهي في اسرائيل شالوم شالوم واش ما انتهى شالوم شالوم ها انت دابا هاد النمر هذا النمر هذا راه شاب فوالا بكل احترام يعني قال له يا اخي والله ما قدرتش نلبسها اسمح لي يعني هذا الاجابه تاع الانسان العاقل المتعقل يعني برافو ليك يا اخي
العبره باين بانه انت صاحبي ماشي ماد انشين هانت ماد ان تر ابيب يعني هذا الانسان بي اس 1 يعني مول عشان يدير في برانك عنده واحد بروده تاع الاعصاب يعني خياليه. عليكم سلام الحاج. الراي ديالي الله عز وجل قلب هادو غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم عز وجل غضب عليهم عاد ناخذ شنو هادو هاد مولا الدريات الاجابه تاع الناس الكبار اجابه تاع انسان المسلم المثالي. شنو غريب شعارك هذا؟ شوفوا ثق بي هذا الشيء جاي من العاصمه حتى الابيب حتى العاصمه صاحبي ولا انت يا هذه انا سي جوست سيغ لو بري اي فافور باطل اي باطل لا لا بركه عليا غير هاد جوج صافي مرحبا. والمهم الا بغيتي مرة دوزي عندنا حتى الابيب ولا القدس القدس راه ولات ديالنا تما راه حاطين تما حداها كنبيعوا حتى الابيب ولا القدس والله عندهم لي زابخي لا ما عرف سبب اخذها لي تيشيرت ممكن تكون عندها نقص ثقافه ما تعرفش على تاع اسرائيل مي جو بونس با باسكو حنا كبرنا في بلاد مسلمه يعني المغرب والجزائر يعني طبيعه الحال نعرفوا لها تاع اسرائيل ولا تكون هذاك ستيل تاع اوفير ديسبري ما شيري والله اعلم ترى بكل ثقه شوف لان شكون اللي غزانه علاش قلت لك انا غير المغضوب عليه الله اللي خلقنا كاملين خلقنا الكون كله عرفهم لان علاش هما باقيين تيتحداو الله عز وجل العياذ بالله لا والعياذ بالله تيتحداو الله عز وجل فهمت وانا مغربي اصلا مسقت الراس ديالي في المغرب والله اكيد بلدي تبارك الله عليك انا انت باش تحرقوا واش تحرقوا باخا كانت صاحبي ما قالوا لنا حرقونا حرقك انت يا صاحبي ندير مع التليفون باش تطلع انا خويا اي تي شوت يا هاي يا هاي هذا الانسان هذا متعقل وكال انا ديجا لابس واحد من تحت مي جو سوي سيغ كو لو كان يروح لكلك كارتي كلك كارتي شو وين يكونوا كاينين زعما احياء شعبيه الى اخره راح تكون رياكسيون بليز اغريسيف كو سا باسكو دروكا راه يهضر مع ناس زعما مثقفين الناس لاباس بهم الى اخره مي لو كان يروح لي كارتي شو راح تكون رياكسيون واعره بزاف وممكن انه حتى يتكريسا ولا يتضرب مره صفه عامه صفه عامه كبير صغير بلي كيف ما كان النوع ديالو انت فاش وقفت يا ولدي راه ربي شوف كنت كنت علم عليها غير تدك شي حاجه ماشي لان وليت تبارك الله ماشي الله يعفو على الجميع طريقه النصح تحيه ليك يا بابا تحيه ليك على طريقه النصح المثاليه طريقه النصح الجميله طريقه النصح بلو سوغيغ بالسمايل ماشي النصح الخبيث النصح اللي يكون وراه يعني نفر ولا محاوله ابعاد تحيه ليك يا الوالد اللي راك تنصح في هذا الانسان وكذا بس جلابة تحية خالصة لكم من الجزائر كل إنسان كانت عنده رياكسيون يعني على كاميرا كاشي هذه الرياكسيون اللي لازم تكون ضد هذا الأمور يعني هذه الرياكسيون طبيعية الإنسان المسلم هم بروسهم الله عز وجل لأن الله عز وجل رحيم بعباده تبارك الله عليك سبحان الله وهذه التجربة كنشوفوا واش راكم طوم ولا لا اصلا بعدها سبحان الله ما شاء الله قالوا حتى انتك شغل ما شاء الله ما عرفت كيفاش نجاوب قدرتي شفتك مقبول وعطيتش فرصة لكني ما بغيناش نناقشوا معاك الله يحفظك شكرا بزاف قول لي هذا الشيء ما جايش معايا انا الوغ كما شفتوا ردة فعل الشعب المغربي كانت ردة فعل مشرفة وتحية خالصة لكاع الناس اللي شاركوا في الكاميرا كاشي وخاصة بي اس وان تحية خالصة لك من الجزائر يعني بيغ اب على لا رياكسيون تاعكم وفلسطين تبقى قضية تهمنا فلسطين تبقى قضية ممسي حنا بعاد عليها ما نقدروش نخرجوا على الحكام وعلى ولاة الأمر وهذا يعني بطبيعة ديننا وبطبيعتنا كمسلمين والناس اللي تعرف هذا الشيء الله يبارك عليكم وإن شاء الله تعم الثقافة هذه كلها كاملة وإن شاء الله فلسطين تبقى يعني ماشي تبقى إن شاء الله فلسطين راح تتحرر وتبقى متحررة إن شاء الله
الى مدى الحياه وان شاء الله القدس كاع نروحوا نصلوا فيها وان شاء الله ربي سبحانه يلمش من الامه المسلمه ويعاود يقوي امتنا ويعاود الله عز وجل يعني يعطينا قيمتنا في وسط الامم وما تكونش هذه القيمه الا بمجهوداتنا الا بقوتنا من اجل توحيد الشعوب ومن اجل توحيد الصفوف ومن اجل توحيد الايادي باش نوصلوا لاهدافنا لانه في الاتحاد قوه وفي التفرقه ضعف هذا شيء يعني تعلمناه في صغر ومازال يعني نتاكدوا منه كي كبرنا سو ندوا العبر بالدول اللي ما لازمش ندوا منها العبر وهو الاوروبيين الى اخره يعني لاتحادهم شوفوا نوصلهم سو لازم علينا حتى احنا نعطوا اكبر واحسن مثال عن الاسلام وعن صوره المسلمين انا من الجزائر كشاب جزائري مسلم 21 سنه اتمنى الخير لكل الشعوب المسلمه سواء في المغرب في الجزائر في تونس في ليبيا في موريتانيا في مصر في العراق في كل مكان من العالم حتى الجالية تاعنا في الخارج نتمنى أن كل عام رح يكون خير علينا إن شاء الله وكل عام رح نزيد ونقدموا يعني مئات ألاف الخطوات ومئات ملايين الخطوات نحو الأمام تهلاو في روحكم بزاف 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 من الجزائر كان معكم زين وماشدي نلتقي في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.